بس انت بانتهاء رمضان احسن واحد يقول ايوه. يبقى يا استاذ بانتهاء رمضان يعني نخرجها بعد انتهاء رمضان. لازم بعدها لو انت ما اتعالجتش صح او انت ما جبستش ايدك في الوقت او فكيت الجبس في الوقت المطلوب، يعني الدكتور قال لك 3 اسابيع. Thank you.
كل واحد مكانه. حرك وراي.